جميل ده ما جابوا المؤمن مخيم جنين. طبعا زي ما انتم شايفين يعني جيش يوم يوم بفوت وبقتحم وبدمر وبقتل، ما شفناهم الا هم فايتين. يعني صار اشتباكات هون مع الشباب وفاتوا على الدور، زي تقول كأنه فايت على زريبي. يعني الواحد بلشوا يخلعوا بالابواب. طبعا الاولاد هون تعرف اطفال صاروا يصيحوا يعيطوا، يعني كنا انهم في اطفال قال شيكت ما حداش يحكي ولا كلمة، احنا بدنا نفوت نفتش في شباب في مطاردين، كنا ما فيش حدا عندنا، يعني كلاتهم اطفال اللي عندنا الموجودين. اجا حطونا على زاوية قال ما حداش يحكي اي كلمة، يعني اعطونا جوالاتكم اعطونا كل اشي موجود هون كمبيوترات. قلنا له هاي جوالاتنا فيش اشي غير معانا. صاروا يفوتوا يخلعوا على الخزاين على غرفة النوم، وطبعا بتقول لهم يعني بدي اشرب كل شيكت فيش مي فيش اشي. وحطونا ضلهم قاعدين، قعدوا تقريبا ساعة ونص. صاروا فتشوا عند دار اخوي برضه طلعوا فوق، هذا اللي حصل يعني. وبعدها انسحبوا، التلفونات زتوها وكل اشي يعني حطوهن على جنب، يعني مع اساس انه ما حداش يستعمل الجوالات، اخذوهن تحت الكنبيات. بالاخر يعني طلناهن وشفناهن. يعني هذا احتلال بالنهاية، يعني ما فيش اي رسالة. يعني احتلال بيجي بدمر بيساوي كل اشي، وفيش حدا سائل منها الامة العربية والاسلامية والدول والزعماء، كل فيش حدا سائل. يعني شعب بتكتل عادي بقول لك روح الله لا يرد، يعني ما حدا سائل فينا وإنه الله الحمد لله رب العالمين. هو قعدت هنا على ربي ونص غمغموني، وصوروا 10 جنود 12 جندي معي وأنا مغمغم طبعا، وهذا خربوا هنا في البيت حكوا معي ونيموني على الأرض ورجعوا يدي ورا ظهري، وصار يسألوني في سلاح في سلاح ما فيش عندي. يا عم أنا شغلي يعني متضل الشغل من شغل الدار، فيش شيء عندي، رفعات دمارا في الدار يعني مهزلة. شوفوا يصير هذا يعني تخريب ومهزلة، يعني فيش داعي لهذا الحكي كلياته يعني عندنا في البيت. يعني لو اجوا وفتشوا هذا وطلعوا بسلام خلاص ما فيش شيء عندي يعني اللي يبحثوا عنه، فهمت علي؟ بيسالوني عن الشباب وهذا انا ما بعرفش حدا يعني من شغلي، هذا البيت بس هي يعني.